لا انا ما عمري ما عرفت هذه الكلمه. دابا هذه الشهاده تتعلم ها؟ أه؟ وي ما تسكندوس ما واحد اسبانيا يعني اغوا سيكونداريا. ما سيكوندير لو سيكوندير ثانوي ثانوي. الوغ هذه شوفوا هذا غير على الاقل لاحظوا مبنيه السقايه بالخامه على شده وطريقه ما كاينش زليج. وهذا الخامه قديمه وهذا ما قديم بقاو تقديم حتى بدات هذه السقايه تتبكي. البلور افيك لو فير لي كولور ديفيرونسيي اي بي ريغاردي لو كويفر كيا كي سي اوكسيدي. هذا كي سي اوكسيدي ما با ايتي انتروتيني ولكن هذا الماء كيصلح باش يجي يكون اب باش يجي كي كان عنده ستاج. ودائما كاين هذه التحفه ديال الزليج البلدي. الزليج ديال فاس ما تيشبهش تماما لهذا الزليج هذا. وانا هذه قبيله وانا معشوق فيه. ها؟ ايوه. ها عنده كبير من هذا. ايوه وهذا الزليج انت ما حضرتي عليه انا هذا اللي كنت تسمع الدار. لا وعدي البنات هكذا هذا الثوم 115 سنه. ايه دابا هذا الراجل ديالي. راجلك هو ماشي راجل هو كان يسكن في طنجه وجاني هنا وبنى الدار. وبنى الدار هذا راجل البو ديالك. الله يرحمه. جدو الراجل ديالي. دابا هذا تعيطوا له عندكم البرطال ولا ما تعيطوش البرطال؟ هذا المعهد. ليه؟ المعهد. المعهد. المقعد. 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 لأنه أنا داخل نتعلم هذه أول مرة في حياتي. شوف المقعد وهذا البرطال. البرطال هذا هو البرطال هذا هو البرطال البرطال ديال الماء البرطال ديال الماء وهذا المقعد هذا المقعد هذا ما تيخلي عقل عاود ما تقولش على راسنا شوف فيها الزليج كيفاش مضروب بهذه الصباغه فعلى تركه وشوف الاثار ديال المغرب هذا السيد هذا